دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فنادي سينما المرأة اللي بينظمه المركز القومي للسينما هيقيم عروضه السينمائية بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام 5 مساءً، وبيعرض نادي سينما المرأة 4 أفلام، هي فيلم قناة السويس عواصف وإنسان إخراج عنان نديم، فيلم زفة إخراج أحمد سمير، فيلم بنت بميت راجل إخراج أحمد معوض، فيلم كماشة إخراج سمير عبد العاطي، وفيلم قطين وصالة إخراج مينا ماهر. النهارده هتحيي فرقة ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في 9 مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بعد نجاح حفلها بمهرجان جرش بدورته 37. بتقدم فرقة ثنائي العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين زي سيد درويش والأصبجي وفريد الأطرش وغيرهم، إلى جانب مقطوعات موسيقية من مؤلفات الفرقة اللي تميزت بيها. النهارده هتختتم اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر في القاهرة الكبرى، ووصل كابيتانو مصر الموسم الثاني اللي بتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية، وصل لمحطته الأخيرة بعد جولة في جميع المحافظات، ومن المقرر أن تقام الاختبارات اليوم على ملعب استاد بنها الرياضي بمحافظة الأليوبية. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة الثانية من عمر المسابقة، هيلتقي فيها أرسنال مع كريستال بالاس الساعة 10 بالليل.